ما سمعناه البارحة في التلفزة لم ينل مني قيد شعرة. لماذا؟ لأن نفس هذه التهمة اتهمت بها في 83. سرقت التي انتي؟ سرقت السيارات وما عنديش الباري مناش حتى نصور. 9 تهم: الاعتداء على التراب الوطني، قلب نظام الحكم. هذه التهم سمعناها وعرفناها، ولذلك لا تنالوا منا. أحبوا يزيدوا يزيدوا، ولكن إلحاح إخوتي جزاهم الله خيرا في أن أحضر وأن أرد وأن أجيب فقط هو الذي جاء بي إلى هنا، وإلا فما جئت وما عرضتهم أي اهتمام. على كل حال، لكل ساقطة لاقطة. العرب كانوا يقولون قديما لكل ساقطة لاقطة. هؤلاء بالطبع ما لم يجدوا سبيلا لمحاربتنا، وهذا 6 شهور كلها بياجات وكلها فخخ. 6 شهور هذه قبل ما ينتخبوا الرئيس ويعودوا للمجلس الوطني الشعبي كلها فخخ للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وين تحط رجلك حذر روحك. والذين يتولون كبار هذه الافتراءات هي التلفزة التي تصورني الآن. وأنا مستعد، هم هنا رجال التلفزة، مستعد نروح معاهم ويخلوني نتكلم وندافع على نفسي كما تكلموا علي البارح. إلى رام رجال، إلى رام رجال. يا كلام يقولوا الديمقراطية ولا ماشي وما هايش. أنا مستعد الآن نقطع الندوة الصحفية الآن ونروح معهم الآن وراهم أصحاب التلفزة. ها يا سيدي، راكم مستعدين نقطعوها ونديروها التلفزة في التلفزيون مباشرة. ها ما يقبلش عبده بوزية، ما يقبلش عبده. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. احنا عندنا الآن عندنا حكومة داخل حكومة داخل حكومة، الدنيا قاع مخلطة. ولما تخلطت عليهم لازم يخلطوها علينا. بقى خليهم شوية ترونكيل، ما ناش مخلينهم ترونكيل. هذه القضية تاع الفرنساوي هذه وش معناها؟ معناها احنا رانا عملاء لفرنسا. احنا ذوك العملاء. احنا قال لك التقرير تاع الدارك قال، وينساو باللي في القانون نتاعهم هما ما يمنوا لا بالقانون تاع الارض لا تاع السماء، ما عندهم حتى قانون. عندهم قانون الغاب. في القانون نتاعهم في المادة 11 يقول لك باللي التحقيق الاولي نتاع الدرك ولا قاضي التحقيق ممنوع يكشف، واذا انكشف هذا الانسان اللي كشفه يتعاقب حتى 5 سنوات حبس. ولا ماشي هكذا يا صحافه؟ ولا الصحافه تاعنا تعرف غير تكتب؟ عندهم خبر. عندكم خبر؟ ايوه صح. والواحد اللي يكون متهم الشهاده تاعه مقبوله قانونا؟ ولا ما عيطوليش انا، انا نتحدى رجال الدرك. هيا عيطولي يا سيدي وديروا معايا التحقيق. عيطولي يا سيدي، انا اللي قلت واروح جيب السلاح وجيب البومبات وجيب الفيزياء شمال. احنا ولينا متورطين يعني مع فرنسا، صار هما اللي يخدموا مع فرنسا ولينا احنا خدامين مع فرنسا. مليح، انا دوك نحلل القضيه تحليل من جميع الجوانب نتاعو. شكون اللي مد الغطاء العسكري لفرنسا؟ مش الشاذلي؟ على ما داروش التلفزيون. وليد الشاذلي مش هو اللي متورط في قضيه 17 مليون مليار؟ على ما داروش التلفزيون. 27 مليار عليها تحقيق ما خرجوش. قاعدين يخرجوا فينا، قال لك ملي احنا جانا هذا واش يسموه ديدي وقلنا له ما نعرف جيب لنا الكلاش ولا جيب لنا ما فهمتش كامل واش جبتو. سبحان الله يا يعني.
واعطيتهم ورقه وطبعت فيها. هذه كيما التلفزيون في حصه مظالم دايرين واحد يجي يقول حسب جريده الوفد تقول كذا. خلطوا انا هذيك الحصه تاع مخابرات ماشي تاع صحفيين. على بالكم في الدول الديمقراطيه اللي تنتقل من الدكتاتوريه للديمقراطيه يتحول فيها رجل مخابرات من رجل عصا الى رجل قلم. وبدليل لما كانت المسيره في اليوم الثاني رايحه للاذاعه وراح للرئاسه قال لهم شوفوا روحوا للرئاسه ما تروحوا لناش غير للاذاعه خاطر هذه الاذاعه هي اللي تحافظ على الرئاسه. هذا ضباط اللي راح حكم النظام الفاسد هذا هم الصحفيين وهي التلفزه. جيش تاع صحفيين الا من رحم ربي وقليل ما هم مرتزقه فعلا. ما عندهمش لا نظافه القلم لان نظافه القلم تاتي من نظافه الفكر والقلب وكل اناء بما فيه يرشح. هذه الاتهامات اللي نشروها داروها في الاذاعه ما نعرف اذا كان اليوم يفندوها ولا لا. باه يوسخوك خمس دقائق بصح باش ينظفوك لا لا. وشحال من واحد راح هكذا شحال من انسان مسكين دار جريمه داروه مباشره في التلفازه وتهموه وحاكموه ومن بعد لما يخرج براءه ما يعاودوش يوريوه. واحنا في محكمة أمن الدولة في المدية في 85 لما شرعوا لنا قالوا نديتوا التيانتي. قلت لهم أنا التيانتي هذه ما عرفتش كيفاش دايرة. رئيس المحكمة في ذاك الوقت لما تكلمت به تكلمت أنا وياه يعني بعد نقاش قال لك عارف بلي الأحكام ماشي تصدر منا تصدر من فوق. المهم هذا الطريق معروف. طيب حبينا نتكلموا اول القضيه هذه لا اساس لها من الصحه. انا بالطبع خطيب في مسجد القبه وفي مسجد السنه وبعد كل خطبه الناس كلهم يعرفوا ياتي الجزائري والمغربي والتونسي والجزائري والفرنساوي واي واحد ياتي ونتكلم معهم في قضايا الدين وفي قضايا الشرع. لكن باش نجي نقول لواحد روح جيب لنا السلاح وجيب لنا كذا ونعطيه ورقه هذا كذب وهذا افتراء.